تغطية جديدة تأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. هذا الأسبوع حافل بالأحداث المناخية، حيث نشهد فيه ارتفاعات ثم انخفاضات في درجات الحرارة. فمتى تكون ذروة هذا الارتفاع في درجات الحرارة؟ ومتى تعود الأجواء الشتوية مرة أخرى؟ هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم في تغطيتنا. كما سنستعرض أيضا تفاصيل حالة الطقس اليوم وأهم الظواهر الجوية المؤثرة فيه. قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن نشهد اليوم طقساً دافئاً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلاً للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. واعتباراً من غد الثلاثاء 13 من فبراير سيحدث انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وسيصاحب ذلك أمطاراً متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، فسوف نشهد تكونا للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. أيضا نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة. وقدمت الهيئة نصائح مهمة لقائدي المركبات لمواجهة الشبورة والضباب، والتي جاءت كالتالي: تفقد حالة الإطارات والتأكد من فعالية مساحات الزجاج واستعمالها بصفة مستمرة، التركيز وعدم الانشغال عن الطريق، تخفيف السرعة، فكلما كانت السرعة أقل كان من السهل السيطرة على السيارة، حافظ على مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك لتفادي الاصطدام بها، أيضا الالتزام بتعليمات رجال المرور والقيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة، وكذلك فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير، لأن الشبورة المائية تعد إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وحركة الملاحة الجوية الطيران. وعن حالة البحرين مشاهدينا الكرام، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. ومن جانبه قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ خلال تصريحات له: إن هذا الأسبوع حافل بالأحداث المناخية من تذبذب في درجة الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط متقطع للرياح. وأشار أيضا إلى أن هناك ارتفاعات ثم انخفاضات في الحرارة خلال الليل، وفي النهار سنشهد تذبذبات عالية في الحرارة، مما سيكون له تأثير كبير في زيادة معدلات التنفيل وضعف التحجيم والتلوين في الثمار. وأوضح أن هناك شبورة كثيفة على الوجه البحري، وسيكون لها تأثير إيجابي على الأمراض في الزراعات والمتعلقة بالرطوبة العالية. وقال إنه بداية من يوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام متتالية سيكون هناك أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة، معظمها على الوجه البحري وشمال الدلتا وسيناء. أما الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية فقالت في تصريحات لها: إن البلاد تتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير خلال فترة النهار. وخلال فترة الليل تكون الأجواء شديدة البرودة، وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم أنحاء الجمهورية،
خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة، حيث يتجاوز أحياناً فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار 10 و15 درجة مئوية. وأشارت إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار اليوم، حيث سنشهد ذروة هذا الارتفاع اليوم لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار. ونوهت أننا سنشهد أيضا نشاطا للرياح المثير للرمال والأتربة اليوم، وسيشمل عددا من المحافظات الداخلية. ولفتت إلى أنه اعتبارا من مساء غدا الثلاثاء سوف نشعر بالأجواء الشتوية مجددا، وسنشهد تراجعا في درجات الحرارة لأن البلاد سوف تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. كما سيكون هناك أيضا فرص لسقوط الأمطار واضحة بشكل كبير بداية، ولكنها ستكون أمطارا متوسطة وسوف تؤثر على السواحل الشمالية والوجه البحري. وكذلك مشاهدينا الكرام، نوهت منار إن بداية الأسبوع الحالي مختلفة عن منتصف ونهاية الأسبوع، فمع نهاية الأسبوع سوف نشهد انخفاضا في درجات الحرارة وبرودة قارصة. ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء تام على الطرق السريعة، خاصة مع وجود الشبورة المائية. ومن جانبها وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائد المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية بشأن القيادة خلال الطقس السيء والشبورة والأمطار، وتمثلت هذه النصائح فيما يأتي: خفض سرعة السيارة إلى 30 كيلو متر، وإضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، وكذلك استخدام أنوار الانتظار، فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها، استعمال مسحات الزجاج بصفة مستمرة، استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك. كذلك مشاهدينا الكرام، الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك. كذلك مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، وكذلك ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، وأيضا استخدام مسحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، وأيضا عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه لأنه قد يعرضك للخطر والحوادث، وزيادة أيضا الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، وعدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة لتجنب انزلاق السيارة، وأيضا عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق، والالتزام كذلك بتعليمات رجال المرور. من الأفضل أيضا مشاهدينا الكرام عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 23 والصغرى 13، الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، مطروح العظمى 22 والصغرى 10، سوهاج العظمى 24 والصغرى 9، قنا العظمى 25 والصغرى 9، أسوان العظمى 27 والصغرى 12. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.